عليكم، معكم عبد الجليل من برشيد اللي تعرض لاعتداء في الشركه ديال المؤسسه ديال الدقيق اللي حدا لاكار ديال التران بلا ما نذكروا الاسم ديالها. المهم انا عندي مشكل مع الشيف بيرسونال، المهم حرض عليا شي وحدين حيت انا ما داخلش النقابه، كنت خدام معاه مدة ديال عامين. ملي كنطالب بالبريمات ديالي وهادي مشيت عند المندوب، صاب منين يشدني ولا تيقول لك علاش مشيتي انت عند المندوب علاش هادي، قلت له ودي راه تندوي على حقي عامين خويا، عامين ندير الخدمه وانا خدام معاهم ورب ديال الاسره، عندي خمسه ديال الوليدات وهادي في هاد المحل تتشوف فيه انا كاريه. وهاد السيد من رمضان اجرى عليا نهار 27 خويا في رمضان نهار العواشر، تحريض وخطه جهنميه خويا، خطه جهنميه هاد السيد هذا اللي تيدي وافعال سيدي يا صاحبي ما غاديش نقدر نقول لك. ما بقاش عندي ميزكير خويا، هرس لي دراعي، هذا هرس لي دراعي. والشيف بيرسونال بلا ما نذكروا الاسم ديالو بلا ما نقولوا سميتو، راه هما الناس المسؤولين غيمشيو يشوفوا شنو هو الشيف بيرسونال ويراقبوه ويشوفوا شنو تيدير وشنو تيفعل تما وشنو كاين. والناس اللي تيعرفوه راه غيوصلوا لهم هذا الميساج وغيعرفوني، غيعرفوني انا من داوي. اخويا كنت خدام تندير في السميده حيت ما بغيتش ندخل النقابه، حرضوا عليا واحد ملقب تما معروف عندهم، واحد ما عرفت واش مدايرين هو اخويا العصا تما، واش اللي دوا كيطلقوا عليه وما عرفت انا واش شنو هو. المهم انا خدام اخويا كنعبر في السميده بحال هكا، معايا واحد الدري الشمالي تنوجه له التحيه من هذا المنبر، كنعبر بحال هكا تيجي عندي بالجنب ديالي السي محمد طن، قلت له في شي هضره ماشي هذا، قلت له ترى ما كاين لا هضره لا والو، جا هو يضربني العيني، راه عيني باقيه ضراني انت الا شفتي اخويا العين راه ماشي هي هذه، هذه العين هذه، وطالبين لي السكانير ديال الراس، الطبيبه قالت لي السكانير ديال الراس ضروري خاصك دير. والسيد هذا حرمني قطع لي الرزق، الدراري نهار رمضان تيتسناوني نهار 27 باش نجي نكسيهم، ما لقيتش باش العيد ما لقيتش باش، شريت لي واحد السيده مسكينه واش انا خدامي ولا يشتروا لي الناس، انا ولدت هاد الوليد باش يولي يجي واحد يعطيني، انا راه باغي نخدم عندي دراعي باغي نخدم، علاش هاد السيد غيحرمني انا؟ الناس المسؤوله ديال الشركه كنوجه لهم تحيه وكنقول لهم يراجعوا معايا هاد الاوراق، انا ما بغيتش حتى شي حاجه، بغيت حاجه واحده نعرف راسي انا واش مظلوم ولا ما مظلومش، علاش تيقولوا لي السي ساق الاخبار وملي جيت تجي مديره ديال الموارد البشريه، انا وليت كنشوف هذاك الشيء بحال خطه بيناتهم ما بين الديليكي وهاد الشيف واحد السيده حتى هي اللي معاها هما ثلاثه راه مدايرين ما بغاو تما عطاو لي الرزق ديالي وام ديال البشر تتمشي ضحايا ديال المشكل. انا ضرني خاطري ما بغيتش على قبل هاد الولاد رزقهم، وقلت غنتقاتل على رزق هاد الولاد تيرجع لي، كنطالبها بديالي انا ما بغيت حتى شي حاجه، ما بغيت ما كنهدد حتى شي واحد، ما كنهدد حتى شي واحد، ما كنتعصب مع حتى شي واحد، حتى شي واحد ما عندي معاه شي عداوه، ولكن كنطالب بالرزق ديالي الا كنت كنستحقو يعطيوه ليا، ما كنستحقوش. المهم فتحوا معايا هذا الميل، بغيت انا نشوف واش عندي خمسه ديال النفوس، هذا الدري راه ولا راجل، بقى لي غير عام ونجوج وما عندهم ياكل، واش انا ملي يولي الدري راجل قدامي انا تيمشي وتيجي وما لاقي ما نوكل، وانا اش كنتسنى انا؟ هو يولي يخدم يجيب لي انا، نتسنى انا يخدم يجيب لي انا، راه بدراعي انا اللي تيحرمني هذا السيد هذا من الرزق ديالي انا، حشومه. إذا كان عندي شي حق يعطيو ليا، ما عنديش شي حق، إذا كنت كنستحق السجن ولا شي حاجة، الإعدام يجي ولا كنت أنايا ظالم، يجي يعدموني أنا أخويا، لا هاد العيشة هادي.